اهلا وسهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كنتمنى تكونوا باحوال جيده. اليوم ان شاء الله فيديو جديد على القناه. غدا نبارطاجي معكم البانيني اللي صراحه ما قدرتش هكا ندوزو بلا ما نبارطاجي معكم الوصفه ديالو اللي كيجي رائع جدا، يعني بدون كثره اضافات ومقادير. راح دوم المنظر ديالو والخفه ديالو كيجي رائع بزاف. وكنبغي نرحب بكم كاملين البنات القدام والجداد، كنرحب بكم. والبنات اللي مازال ما اشتركوش عندي في القناة، اكيد كنتمنى انكم تضغطوا على الزر الاحمر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. وغادي دابا ندوزو باش نشوفوا المقادير. كما تلاحظوا هادو هما المكونات اللي هي جد بسيطه. عندي هنا 700 غرام ديال الدقيق الابيض، وعندي الماء الكافي كما العاده. كنقول لكم كل دقيق وعلى حسب واش كيشرب او لا. وعندي معلقه ونص كبيره ديال الزبده، شويه ديال الملحه حسب الذوق، والخميره ديال الخبز. يعني هادو هما المكونات، بلا حليب او حليب بودره او الخماره ديال الحلويات، يعني بدون كثره يعني مقادير. غير هكا، هذه هي الطريقه المعتاده عندي وكيجيني رائع البنات. ما نقولش لكم الخفه ديالو كيفاش كتجي. وهنا كما لاحظتوا خديت الدقيق وضعته في العجانه وزدت عليه الخميره والملحه، يعني بلا ما درت ديك المرحله ديال ندير الدقيق والخميره وهذه. يعني هذه هي الطريقه ديالي، كنخلط كل شيء مع بعضه الا الزبده كنخليها حتى الاخير. كما كتلاحظوا راه هي كتظهر لكم، يعني ما كنستعملهاش مع الخليط من الاول. واكيد اللي ما عندوش الزبده يمكن ليه حتى الاخر في العجينه ويضيف زيت الزيتون الا متوفر عنده، والا ما كان زيت الزيتون طبعا غيستعمل الزيت العاديه. المهم الزبده كنصيحه كتبقى احسن في الاضافه ديال يعني اللي كتضيفوها في الاخير، كتعطي واحد الطراوه للبانيني، كيجي زوين بزاف وكيجي خفيف. نلاحظوا معايا العجينه كنت عجنتها مزيان، وفي الاخر غادي نضيف الزبده. يعني من بعد ما تعجنات غادي نضيف الزبده كما لاحظتوا اللي تكون بحراره الغرفه، يعني تكون طريه وصافي. كنبقى هكا نضرب في العجينه. لاحظوا معايا خصها تكون خفيفه، ما تكونش عاود تلصق بزاف، تكون طريه بهذا الشكل هذا. يعني دابا غادي نجمعها وغادي نخليها ترتاح. تقريبا انا خليتها نص ساعه على حساب واش كثرتو الخميره او لا. ودابا غادي ندوز باش نوجد الحشوه ديال البانيني اللي كتبقى هي اختياريه حتى هي، يعني ماشي بالضروره نديرو صدر الدجاج. يمكن لينا نكتفيو غير ببطاطا، شويه بصله، شويه ديال شويه شلاضه او الخس او فرماج، مع فرماج موتزاريلا مع الطماطم او المطيشه كيجي زوين. نديرهم غير هما بجوج. وهنا المكونات كما لاحظتوا الفلفل الابيض، الملحه، يعني الزنجبيل، فلفل احمر بودره، كركم. يعني هادو هما المكونات اللي غادي نوضع او التوابل. هانتوما غادي تشوفوا معايا هنا بالتفصيل. وبودره الثوم حتى هي اللي كتعطي واحد النكهه. وهنا كما لاحظتوا وضعت الزيت في المقله وزدت عليه قطع ديال صدر الدجاج. وهنا وضعت التوابل، الكركم كما لاحظتوا، الفلفل الابيض، الملحه، الزنجبيل، بودره الثوم. هادو هما التوابل اللي استعملت، يعني ما كاينش بزاف ديال الاضافات. وغادي نشحر هاد الدجاج مزيان حتى يتحمر يولي اللون ديالو ذهبي. لاحظوا معايا هنا بدا كيتحمر. وهذيك الزويته اللي بقات عندي في المقله كما لاحظتوا، هذيك غادا نوضع فيها مني غادا نحيد صدر ديال الدجاج، غادا نوضع فيها البصله حتى هي نحمرها فيه باش داك تاخذ داك المذاق او ديك البنه ديال الدجاج وبنه ديال التوابل حتى هي، وكتجي لذيذه. يعني حتى هادشي كاقتراح. المهم انا كنت استعملته في الدار ديالي هكا لوليداتي في العشاء، وقلت غنبارطاجيه مع البنات لان دابا الصيف وبحال هاد الوصفات هادو كيكونوا ساهلين وكنحتاجوهم. لاحظوا معايا صدر ديال الدجاج ولا اللون ديالو محمر. وكما قلت لكم قبيله راني وضعت البصله في المقله. غادا نخليها حتى تشحر مزيان وتدبال وتاخذ داك اللون الذهبي.
يعني ملي كتولي دايره ما كنبغيش انا تبقى على الشكل ديالها هكا ابيض. كتعجبني البصله ملي كتكون محمره بحال هاد الشكل، يعني ماشي حتى يعني تولي محروقه، وانما شويه. هنا لاحظوا معايا العجينه من بعد ما خمرات، خديت شويه ديال الدقيق ورشيت به سطح العمل، وغادي ندوز هكا. لاحظوا معايا العجينه كتكون خفيفه، قطعتها قطع تكون متساويه، وغادي نديرها كويرات يكونوا بنفس الحجم. يعني كنستعمل الدقيق وفي نفس الوقت كان نرشهم به باش ما يلصقوش ليا. تبارك الله راه عطاني كميه اللي مهمه كما لاحظتوا، هذه غير 700 غرام. وكناخذ الكره ديال العجين وكنسرحها بحال الشكل اللي بغا نصايب الباكيت تماما. كترقوا العجينه وكتستعملوا الدقيق وكتبقاو تلفوا، وما ديروش البنات مني كتكونوا تلويو في هاد العجين ما ديروش مزير، تخليه شويه مرخوف باش هكا البانيني ديالكم يجي يعني يجي محلول ويجي طري ويجي ماشي لاصق على بعضه، يعني مدكس كما نقولوا بالدارجه. ألقيت هكا بنفس الطريقه كنسرح العجينه بالمدلك كتولي رقيقه، وكنبقى نبرم فيها يعني تكون نخلي الفراغ ما نخليش ما تكونش العجين مزير. كنزيد ناكد على هذه المعلومه هذه، لاحظوا يعني كنخلي فراغ بين الطويه والطويه، يعني ما تكونش العجينه مزيره. وصافي بقيت مستمره بنفس الطريقه. غادي ندوز دابا باش نوريكم بعد ما خمرت ليا العجينه او هذا البانيني كيجي هذا هو الشكل ديالو. كنخلي دائما بين يعني الوحده والوحده كنخلي واحد الفراغ، وهنا البانيني راه طاب وجد يعني ما كيكونش محمر. البنات كنقول لكم واحد المعلومه باللي ملي تبغيو ترميو هذا البانيني هذا تكونوا دايرين الفران في الاول قبل ما يعني تدخلوا الفران، ديروه على درجه حراره اللي تكون عاليه تكون 240، ومني تبغيو تدخلوه كتنقصوا تحطوا درجه الحراره تقريبا حتى 180 درجه، وتشعلوا غير الاسفل ديال الفرن ماشي الفوق، يعني غير الاسفل بوحده حتى كيطيب، يعني ما كيبغيش هو يتحمر. يعني البانيني ماشي بحال الشكل ديال الباغيت، يعني مختلف تماما. يعني كنتمنى انكم ديروا بهذه النصيحه هذه باش ما يتحمرش ليكم. بنات اللي ما عارفينش اكيد، واكيد راه كل السيدات كيعرفوا، انا كان يعني كان بارطاجي مع سورتو مع البنات اللي كيكونوا يعني الله باديين وما عارفينش بحال هذه الوصفات، حنا كاع ما كناش كنعرفوا. ولاحظوا معايا الخفه ديالو كيفاش جا، كيجي زوين ورائع. كنبقيت كنضغط عليه باش تشوفوا الخفه ديالو، يعني ما كاين لا حليب بودره او لا حليب عادي او لا حتى شي حاجه، يعني مكونات بسيطه بحال ديال الخبز تماما، ما كاينش شي اختلاف غير ديك الزبده صافي. وهنا غادي ندوز باش نخلط الصوص اللي غادي نستعمل لهاد الساندويتشات او البانيني. خديت المايونيز وغنزيد عليه كيتشاب، يعني هذا كصوص للوليدات. اكيد الناس اللي كيبغيو الصلصه الحاره راه كيديروا مايونيز مع الهريسه، اولا كاين بزاف تبارك الله في لي صوص اللي متواجدين دابا. وخلطت هاد الصلصه وغادي نحل البانيني. لاحظوا معايا كيفاش كيجي من الداخل خفيف، مازال انا هنا راه ما خليتوش حتى برد، يعني ما بات لا ليله لا حتى شي حاجه، يعني داكشي في نفس الوقت. درت شويه ديال الخس مع تقريبا معلقه ونص ديال البطاطا اللي كتجي زوينه البنات، يمكن لكم تستعملوا غير البطاطا مع الخس مع شويه ديال الفرماج كتجي زوينه، ماشي بالضروره حتى نديروا الدجاج، دائما كناكد عليكم. المهم عندنا هو البانيني يعني العجينه ديالو، وصراحه حاجه اليد ما كاينش في حالها. وبنفس الطريقه بقيت هكا مستمره كنفتح الخبز او البانيني من في الوسط ديالو، وكندير قطع ديال الخس، وكنزيد عليها مكعبات ديال البطاطا اللي سلقتها شويه ديال الملحه، يعني بطاطا عاديه كنقطعوها ونديروها تسلق. والبصله حتى هي
اختيارية، يعني انا كاين اللي كيبغي البصلة كندير له، واللي ما كيبغيش اكيد ما كنديرهاش. البصلة كتعطي واحد اللذة زوينة البنات مع داك الدجاج، كتجي لذيذة. قولي لي بقيتي عندنا غير لذيذة والله البنات، الا هاد الساندويتش واعر غير جربوه، انا قلتها لكم بالدارجة. وهذيك البصلة كتكون معسلة، كتعطي واحد اللذة. انا كنفضلها غير البصيلة مع ديك البطاطا، صافي بركة، والناس خفيفة ما كاين لا لحم لا والو. بالنسبة للوليدات يعني انا هذا نستعمله، بالنسبة للبنات اللي كيبغيو هكا يديروا للعمل او للمدرسة، راه حتى هو كيجي زوين. وهنا خديت الآلة ديال البانيني، درتها تسخن، ومن بعد وضعت فيها سندويتشات. يمكن لكم ديروا ترافقهم بالفريت، او لا ديروا بطاطا في الفرن، او لا شي يعني شي حاجة شي سالاد، او لا انا هذا درتهم غير العشاء هكا خفافين. كل واحد في ولادي خدا واحد ومشاو نعسو، كانوا تشهاو بالنهار وكانوا مغدين، يعني مبغاش ندير لهم واجلت قلت لهم في العشية، نيت غدا نبارطاجي مع البنات وغدا نعطيه ليكم. وما يعني مني كيتحمر يمكن لكم تحمروه اكثر من هذا الشكل هذا، انا خليته يعني محمر غير شوية خفيف. وهذا هو يعني السندويتشات ديالي كيفاش جا، وكنتمنى انهم يعجبوكم. يعني النص درته والنص الاخر احتفظت بيه هكا في الثلاجة. لاحظوا معايا العجينة كيفاش دايرة خفيفة. من البنات كنتمنى ان الفيديو يعجبكم، ولا عجبكم اكيد ما تبخلوش عليا بلي لايك وبارطاج مع الاصدقاء ديالكم والاحباب. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر وفي فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم.